مغني وعازف عود درس في معهد التعويضات السنية وترك كلية الهندسة وأغرم بالتمثيل. قصة حياة الفنان السوري عاصم حواط والذي عرف بشخصية صبحي في مسلسل باب الحارة. عاصم حواط هو ممثل سوري متعدد المواهب، فهو مغني وعازف عود وممثل ومؤدي أصوات، ويهوى تقليد الشخصيات، وواحد من أكثر أبناء جيله موهبة. ولد الفنان عاصم حواط في تاريخ 15 فبراير عام 1976 في مدينة السلمية الواقع على بعد 30 كيلومتر شرق مدينة حما. وتربى عاصم حواط في بيت يقدر الفنون بمختلف أنواعها، فخاله هو الأديب السوري الراحل محمد الماغوط. والدي الفنان السوري عاصم حواط السيد عبد الله حواط والراحلة أميرة الماغوط. عمر الفنان عاصم حواط في العام 2021 هو 45 عاما. وبرجه الفلكي هو برج الدلو. أراد عاصم حواط الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن عائلته أرادت أن يدرس في كلية ويتخرج ومن ثم يلتحق بالمعهد. سجل عاصم حواط في كلية الهندسة الكهربائية، وكان طموحه أن يؤسس فيها مسرحا جامعيا. واستمر حواط في الكلية 3 أشهر فقط، ولم يستطع أن يوفق ما بين ضغط الدراسة وفكرة تأسيس المسرح، بالإضافة إلى أن الفكرة لم تلقى ترحيباً في الجامعة نفسها. فترك حواط الهندسة والتحق بالمعهد المتوسط لطب الأسنان للتعويضات السنية، وذلك لقصر مدة الدراسة حتى يتمكن من تحقيق حلمه بتكوين فرقة مسرحية. والطريف بالأمر أن المعهد مدته سنتان، وبقي فيه حواط حوالي 6 سنوات، لأنه أسس فرقة مسرحية وضمن العمل المسرحي لم يتسنى له الوقت للدراسة. وأسس حواط مع مجموعتين من أصدقائه فرقة مسرحية، أطلقوا عليها اسم فرقة الصنارة عام 1996، وقدموا بعض المسرحيات ومنها مسرحية زمن الفئران، كما وشارك الفنان المسرحي الراحل عبد الرحمن عيد في مسرحية تحت الحزام. ودخل حواط إلى عالم التلفزيون، وكانت البداية الحقيقية له في العام 1995، وبدأ يقدم بعض الأدوار أمام كبار الفنانين، لكنها كانت أدوار ثانوية. وكان أول عمل له في التلفزيون هو مسلسل أيام قبل منقذ، وذلك في العام 1995، يليه مسلسل الراية والغيث في العام 1996. ويعتبر حواط أحد تلاميذ الفنان السوري ياسر العظمة، فقد عمل معه في مشروعه مرايا لمدة 6 سنوات، وعن ذلك قال حواط لأحد المواقع الفنية أنه تعلم من العظمة العفوية والجدية بنفس الوقت. ويشارك الفنان حواط في عدد من المسلسلات التي ستعرض في العام الحالي، ومنها مسلسل رد قلبي ومسلسل ضيوف على الحب. الفنان عاصم حواط لم يتزوج حتى الآن بسبب انشغاله بعمله الفني، وقد صرح سابقا لمجلة لها في حوار صحفي أنه عاش الكثير من تجارب الارتباط الفاشلة. لكن حواط أكد لموقع فوشيا حديثا أنه قريبا يتحضر للارتباط الرسمي من فتاة صيدلانية من خارج الوسط الفني، ووجه إليها رسالة متمنيا فيها أن يتمم الله بينهما إلى مرحلة الزواج. وشارك حواط في عدد من المسرحيات، نذكر منها مسرحية تحت الحزام، ومسرحية سمحة في سوريا، ومسرحية رسالة إلى السيد الرئيس، وحكاية علاء الدين.
كما قدم مسرحية درب الخبز في دار الأوبرا السورية في عرض مهم برعاية جوقة الفرح، بالإضافة إلى مسرحية القلادة الذهبية للأطفال. ولحوات تجربة ناجحة في تقديم البرامج، حيث قدم برنامج سفر وبرنامج توت شامي بشكل يومي في رمضان وفي بث مباشر. وشارك حوات أيضا في عدد من الأفلام السينمائية، من فيلم صورة في العام 2002 وفيلم دمشق حلب في العام 2018 مع الفنان دريد لحام. المبدع الفنان عاصم حواط من أهم فناني الدوبلاج في سوريا، وطبعا كانت بدايته في فن الدوبلاج عام 1996، وتعاون مع الكثير من شركات الدوبلاج في أهم الأعمال المدبلجة، وكانت له محطاته المتنوعة في فن الدوبلاج في الكرتون والوثائقي والدراما. وشارك حواط في أهم الأعمال المدبلجة في التركي والإسباني والمكسيكي والبرازيلي والهندي، وعمل أيضا في مجموعة كبيرة من الأفلام المدبلجة. وكانت الهواية الوحيدة لحواط منذ الصغر هي الموسيقى، لذلك تعلم العزف على العود ودرس في المعاهد الموسيقية ما قبل مرحلة الثانوية، ليتابع دراسته أكاديميا فيما بعد في معهد الأسد للموسيقى. وقال حواط إنه لم يكن يطمح للأداء الموسيقي، بل كان لديه هاجس نحو التمثيل والدراما، مبينا أنه تعلم الموسيقى والأداء الغنائي حتى يكون سلاحه الدرامي الذي سيخدمه في الشخصيات التي يقدمها. واشتهر حواط بأدائه الكوميدي وقدرته المميزة على تقليد العديد من المشاهير، لا سيما من الممثلين السوريين. ومنذ الجزء الأول حتى السادس من مسلسل باب الحارة كان حواطاً موجود بشخصية صبحي، واعتبر حواط في مقابلة صحفية أن باب الحارة كان نقلة نوعية في رحلته الدرامية، فلقد كان له الفضل في إخراجه من النمطية إذ كان محصوراً في الأدوار الكوميدية ما قبل مسلسل باب الحارة. ولم يدرس حواط في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقال في هذا الصدد إن الزمن لو عاد به لكان درس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، لكنه بعد عمله في المسرح وعضوية نقابة الفنانين وجد أن الوقت فاته حينها وقرر الاستمرار في التمثيل. عام 2020 كان صعبا على الفنان عاصم حواط، حيث فقد فيها والدته السيدة أميرة خضر ماغوط في تاريخ 16 فبراير 2020.